نروح لبريطانيا. الحقيقة صحيفة سان البريطانية عاملة تقرير لطيف جدا، كلمت فيه على أغنى ملاك الأندية في مختلف أنحاء العالم. الصدارة في ترتيب الجدول ده كانت للإماراتي الشيخ منصور مالك مانشستر سيتي، ثروته طبعا قدرت بحوالي 20 مليار استرليني، وأعتقد أنه يعني نقل مانشستر سيتي نقلة نوعية في الفترة الأخيرة. في المركز الثاني كان النمساوي ديتريتش ماتيث، وهو مالك لفريق لايبزيج الألماني بثروة قدرت بحوالي 19 مليار استرليني. في المركز الثالث جه أندري أنجلي مالك اليوفنتوس بثروة قدرت ب 14 مليار استرليني، مليارات لغة سهلة جدا. داتمر هوب الألماني هو مالك فريق هوفنهايم، قدرت ثروته وفقا للتقرير طبعا بحوالي 13 مليار استرليني. رومان ابراموفيتش طبعا مالك تشيلسي الشهير، واللي برضو الحقيقه واحد من اصحاب البصمات اللي قدر ينقل تشيلسي لفريق بطولات وفريق بينافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها في ال 10 15 سنه الاخيره، قدرت ثروته بحوالي 12 مليار استرليني، وجه في المركز الخامس. فيليب هو مالك فريق لوس انجلوس جالاكسي، جه في المركز السادس بثروه قدرت ب 10 مليار استرليني. وستان كرونكي مالك الارسنال جه في المركز السابع 9 مليار استرليني. ناصر الخليفي طبعا مالك باريس سان جيرمان في المركز الثامن ب 8 مليار استرليني، وتتوالى المليارات. الارقام دي ما بفهمهاش طبعا، لكن تثبت انه في السنين الاخيره يعني خدي بالك تشيلسي ومانشستر سيتي ل 20 قولي 30 سنه كانوا بعيد تماما عن منصات التتويج. باريس سان جيرمان ما كانش موجود على خريطه فعلا. الكره الاوروبيه ال- 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 الكره النهارده بقت مجال استثماري ضخم جدا ومربح جدا، والمال بقى عنصر او القدرات الماليه بقت عنصر اساسي في تحقيق البطولات. اكيد طبعا.